اليوم احنا مجتمعين في هذا المنتدى الانتقال المستدام في افريقيا الذي ينظمه المعهد لاطلاق الانطلاقه الرسميه لانشطته، وبهذه المناسبه حاولنا نعالج اشكاليه التحولات في افريقيا واهميه الحلول المستدامه والحلول المبتكره. اليوم شعارنا، وتسالني عنها، لماذا افريقيا مزدهره؟ افريقيا مزدهره هو الهدف الرئيسي من الاجنده 2063 للاتحاد الإفريقي، ونحن في المعهد نحاول أن نواكب الجهود الوطنية، نحاول أن نشجع أيضا التعاون الجنوب جنوب، ونحاول أن نواكب أيضا الدبلوماسية المغربية في إفريقيا بدبلوماسية موازية علمية، ومن أجل إفريقيا مزدهرة، من أجل إفريقيا التي تستغل جميع خيراتها وجميع مؤهلاتها لتلبية حاجيات ساكنتها. إفريقيا لديها كل إمكانيات، إفريقيا لديها كل الوسائل، وإفريقيا لديها شبابها لكي تنطلق، وننطلق جميعا نحو إفريقيا مزدهرة.